أحاول أن أفهم ما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول أن تحدد هذه العمليات، كيف نعلم أنها عمليات محدودة؟ كيف تضمنون هذا التصعيد ألا يتوسع؟ نحن مستمرون في المحادثات مع السلطة الإسرائيلية في الغرف المغلقة، هذه المحادثات تعود لأشهر، وكنا واضحين حول ما نؤمن به على أنه هو الخيار الأفضل للضمان أن المواطنين الإسرائيليين يمكنهم العودة إلى منازلهم وأيضا المواطنين اللبنانيين. ولكن كما قلت هناك عدة أمور، واضح أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله. إذا نظرت إلى كيف يحدث هذا النزاع على مدار شمال إسرائيل وكيف بدأ إن حزب الله هو من بدأ بشن هذه الغارات والهجمات في 8 من أكتوبر وقد استمر وهو لازال مستمر. إذا نظرت إلى ما قاله قادة حزب الله حتى الآن هناك هجمات ضد إسرائيل، لذلك إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولديها الحق في شن هذه الهجمات ضد البنية العسكرية في لبنان، وأيضا لضمان أن يعود كل المدنيين من كل الجانبين إلى منازلهم. هل نرى حلولا دبلوماسية، حيث أن الأسبوع الماضي الولايات المتحدة وفرنسا قد طلبوا بوقف إطلاق النار في لبنان، لذلك إن الولايات المتحدة في هذه اللحظة لا تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن؟ ليس تماما، لقد سمعت الرئيس اليوم يتحدث بأننا سوف نستمر في طلب وقف إطلاق النار وندعم وقف إطلاق النار، ولكن في بعض الأحيان أعتقد أن الناس ربما يسيئوا فهمي أو لديهم مفهوم مختلف لما يعني وقف إطلاق النار، إنه ليس طرف واحد هو من يتوقف توقف عن إطلاق النار، إنه اتفاق يضمن طرفين فيتوقفوا عن هذا التصعيد. لذلك ال 21 يوما من هذا المقترح لوقف إطلاق النار كان لابد للطرفين أن يقفوا عن وقف إطلاق النار، وهذا ما نتحدث حوله مع الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذا الهدف المشترك. وهناك أيضا عدة أمور يجب أن تحدث، لابد أن تكون هناك ضغوط عسكرية لتنسيق هذه الحلول الدبلوماسية للتأكد من أنه سلن يكون هناك تبعات، ونحن نتحدث مع إسرائيل حول كل هذه العناصر. هل زال مقترح وقف إطلاق النار على الطاولة مع إسرائيل؟ بالطبع لقد سمعت الرئيس يتحدث بشأنه اليوم، وإن وقف إطلاق النار كما قلت ليس على طرف أحادي أن يفعله، فهناك طرف آخر لابد أن يدافع عن نفسه، إنه اتفاق دبلوماسي على كلا الجانبين أن ينخرط به. ولكن كما سمعت الرئيس الجديد لحزب الله يقول أنهم مستمرون في هذه الهجمات ضد إسرائيل، لذلك العودة إلى هذا التاريخ، كيف بدأ هذا النزاع؟ على أن حزب الله بعد 7 من أكتوبر بدأ بشن هذه الصواريخ ولم يتوقف إلى الآن، لذلك فإن إسرائيل هي أيضا لديها الحق في الدفاع عن نفسها. هل يمكنك أن توضح أو تساعدنا على فهم ما الذي تفعله الولايات المتحدة حاليا إذا هذا المقترح 21 يوم لازال مطروحا على الطاولة؟ ما الذي تفعلونه بالتحديد لإنهاء هذا بشكل دبلوماسي؟ ما الذي يفعله وزير الخارجية أو البيت الأبيض؟ لأنه ما يفهم مما تقوله أن مسؤولين الولايات المتحدة أو غيرهم من المسؤولين رفيع المستوى أنهم لا اتفقوا مع الجانب الإسرائيلي لأجل التصعيد، وأنت الآن لا تبدو أنك تختلف مع هذا الأمر. أنت تتحدث حول كيف يمكن أن تؤدي الضغوط العسكرية إلى الوصول إلى الحلول الدبلوماسية. أود أن أفهم تحديدا ما الذي تفعلونه دبلوماسيا. نحن منخرطون في محادثات دبلوماسية مع كل الأطراف المعنية في المنطقة، مع الأطراف التي كانت في هذه الدعوة التي طرحناها الأسبوع الماضي، ونحن لازم نعمل الوصول إلى هذا المقترح. ولكن نظرت إلى التصريحات التي قد قمنا بها مع الاتحاد الأوروبي ومع مجموعة 7 وغيرهم من الشركاء العرب، هناك أيضا قرار محادثات دبلوماسية تطالب بتنفيذ 1701، وما تطلبوا تنفيذ هذا القرار أمر لم تفعله حزب الله أبدا، وهي أن تقوم بالانسحاب من الحدود، وهذا أمر كان من المفترض أن يحدث منذ عام. لذلك نحن لازلنا ندعم الحلول الدبلوماسية، ولكن يجب أن نكون واضحين أن هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق إسرائيل ولكن أيضا على حزب الله.
ما الذي سيأتي بعد الحلول الدبلوماسية كحل لهذا النزاع؟ أود أن أتحدث قليلاً حول استراتيجية طويلة المدى. ما الذي يحدث مع لبنان الآن؟ يتحدث عن هذا الفراغ السياسي في البلاد؟ هل هذا أمر لدى الولايات المتحدة خطة طويلة المدى لأجله؟ هل تحدثتم مع الشركاء والحلفاء حول مستقبل لبنان؟ هل يمكنك أن تعطينا بعض مما تفهمه بشأن خطوات أو دور الولايات المتحدة في هذا السياق؟ أولاً، هناك مشاكل في الفراغ السياسي في لبنان لعدة وقت، وهذا بالتأكيد لأن حزب الله كان يمنع اختيار رئيس جديد وقام بمنع البرلمان. إنه واقع سيء وحزين أن هذا الفراغ السياسي موجوداً ويمنع هذا البلد من التقدم ديمقراطياً لأجل حكومة سياسية منتخبة وأن يقوموا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن كقرار 1701 وغيرها من الإصلاحات السياسية التي تحدثنا بها مع الشركاء والحلفاء. سأقول أنه بالنظر إلى الأحداث على مدار الأيام السابقة، أظن أنه لازال مبكر للغاية لننظر كيف سينتهي هذا الوضع. بالتأكيد إنه لأجل صالح شعب لبنان وباقي المنطقة، ليس من الجيد أن يظل حزب الله يتحكم في الأمور. بالطبع لابد أن يكون هناك حكم سياسي للتقدم، لأنهم هم السبب وراء هذه الهجمات التي تحدث على اللبنانيين وأيضا على الشعب المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أين أو كيف سيكون مستقبل لبنان؟ أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث حول هذا الأمر، ولكن أرغب في أن يكون الشعب اللبناني لديه القدرة على الاختيار، لا أن يقع رهينة لبعض المجموعات. في قمة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، هل تحدثت على هناك نوع من سوء التواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار؟ لا أود أن أتحدث عن بعض التمييزات. قمنا ببعض التصريحات مع شركائنا ونظرائنا أن هناك تنسيق كامل، وفي نفس الوقت نحن نحظى بهذه المحادثات مع حكومة لبنان ومع حكومة إسرائيل، ونحن نقوم بهذا بالإضافة إلى كل المحادثات والجهود. وبالطبع ما رأيناه تفعله إسرائيل على مدار 24 ساعة الماضية أنهم يتشاركون معنا هذه الأهداف بشأن الحلول الدبلوماسية. ما الذي يحدث بين الآن وحتى نصل إلى هذا الهدف المشترك؟ لا، لازلت أظن أنه مبكر للحديث من هذا الأمر. هناك تقارير في الصحف الإسرائيلية حول يحيى السنوار أن لم يكن هناك أي تواصل معه على مدار الأسابيع الماضية، وأيضا تحدث وزير الخارجية على أن حماس لم تعد منخرطة في هذه المحادثات. هل يمكنك أن تعطينا أي تحديثات؟ بالنظر إلى سؤالك الأول بخصوص السنوار، ليس لدي أي مستجدات فيما يتعلق بالمحادثات. ما كان يتحدث حوله وزير الخارجية أنه منذ أسابيع كنا نتحدث بعلانية حول هذا المقترح لمحاولة ضغط لأجل موافقة الطرفين، وهناك العديد من التفاصيل التي نعمل عليها لأجل أن نقوم بتقديم مقترح لرأب هذه الثغرات. ولكن ما حدث على مدار الأسابيع الماضية أن المنسقون أو الوسطاء الذين يتفاوضون مع حماس من مصر وقطر لم يستطيعوا أن يجعلهم منخرطون في هذه المفاوضات. إن مصر وقطر لتلاموا كانوا يعملون بجد. السبب أنك لم تري تقدم في هذه المفاوضات أننا لا يمكننا أن نحصل على إجابة واضحة من قبل حماس حول إذا كانوا سينخرطون في هذه المفاوضات أم لا. وهذا قام وزير الخارجية بطرح هذه التصريحات. نحن مستمرون في العمل، ولكن بالحديث على وقف إطلاق النار فيما يتعلق بحزب الله، نحن نحتاج أن يكون هناك مسؤوليات من كلا الطرفين لمناقشة هذه القرارات. بالطبع نحن، وهذا لا يعني أن إسرائيل قد وافقت على وقف إطلاق النار بالكامل. هناك عدة تفاصيل وقضايا لا زالت تناقش.
نحن لازلنا منخرطون مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية وهذه الأعمال التي أتحدث حولها. أننا نناقش القضايا المتبقية مع الوسطاء كما نفعل مع إسرائيل، كيف يمكننا أن نصل إلى هذه النقطة وأن يتم تنفيذ هذا المقترح التي قد طلبنا به مسبقا. لازلنا نعمل على هذا السياق، ولكن الأمر يقع أيضا على الجانب الآخر. إن وزارة الخارجية قد طرحت بالطبع لا زالت هناك بعض الخيارات المتاحة. إننا نتواصل مع المواطنين الأمريكيين في لبنان ونحثهم في التواصل عن طريق موقعنا الإلكتروني، ونحن نعمل معهم لتوفير لهم المستجدات حول الرحلات المتاحة. نحن أيضا نتحدث مع شركات الطيران لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان، ونقوم بعرض كل الخيارات الأخرى المتاحة كما نفعل دوما في مثل هذه الظروف، ولكن ليس لدي أي مستجدات لأعرضها. ما كانت إجابة هذا السؤال؟ كانت هناك إجابة كاملة في الواقع. نحن لا نقوم بإخلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان حاليا.